متابعي قناة صوت الساحل التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا. هذه حلقة جديدة من برنامج الرادار. الرادار البرنامج اللي يعنى بالأكتواليتي الموجودة في سوسة والمستير والمهدية. وين تنجموا تفرجوا فينا؟ تلقاونا على بي تي في 24 على 24 و7 على 7 على قناة صوت الساحل التونسي، كما تلقاونا على الانستغرام والفيسبوك، وتلقاونا زادة على اليوتيوب. نستناكم ونستناو تفاعلاتكم ونمشي الأولى فقراتنا. فقرة إعلان غياب ترجع لكم بعد ما الفترة اللي فاتت الناس يزي رادار تنبر على الدولة، تنبر على المجتمع المدني، ياسر شاد رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، سيبوا المسؤولين سيبوا كذا. يا سيدي المرة هذه قلتك اللجنة ذيك اللجنة العلمية متاع مجابهة فيروس كورونا، نحات اللجنة الأولى اللي كانت تغوث وإجري هي واسمعي فرنسا سكرت، هاي بلجيكا سكرت، ضعنا مشينا، نحات ذيك جات لجنة أخرى. اللجنة الأخرى قعدت شنو قالت؟ قالت سيدي بافيت واحدة ما عاش تكفي، البسوا زوز. راهي السلالة البريطانية ذي تلبس زوز. يعني لهنا ما فهمتش، يعني كل مرة نقعدوا نقوم ونطلعوا بقرارات وإحنا ما نفهمين شيء. علاش؟ لأنه كي سمعنا تصريح متاع الدكتور بوغيرة اللي قال راهو بالنسق هذا متاع التلقيح اللي قاعدين يمشيوا به مش نقعدوا 15 سنة باش نوصلوا اللقحوا اللي طالبين واحنا في الشعب التونسي. هاكم تسمعوا يعني 10 20 واحد يلقح في النهار، جاء ما جاش فايزر سبوتنيك، هذا ما صحناش، هاي الصين رضت علينا بعد ما كان الصين بيه عليه، هاي هاو شرينا جونسون، لا جونسون راه في امريكا تسكر. في هذا الكل سيد وزير الصحه كل مره هكا يطلع لنا في بلاتو في حاجه، اسمع ما علينا كان في رمضان نرجعوا ثلاثه من الناس شقوا فترنا مع بعضنا كاو بالتداول، يقعد البو ومرته والصغير يقوموا هما يجيب قيت الاولاد واحنا كيكا ومش نرجعوا نسكروا الدنيا، وهنا عملنا تظاهرات نوقفوا التظاهرات. يعني كي توقف هالدنيا هذه واقتداء بفي غمسة، لانه ديما نقولوا هاي فرنسا سكرت، هاي فرنسا سكرت، هذوكم دول كي تعمل الاجراءات وتعمل القرارات الا وعندها الحلول وعندها شنو اللي فما وتتبع. احنا لنا نجي ونسكروا وما نعرفوا حتى شيء. وينهم الناس اللي تو تستنى في 200 دينار؟ وين الناس اللي خسرت مواردها؟ وين الشركات اللي سكرت؟ هذا الكل وينك انت سيد الرئيس؟ نستناوكم على هلال العيد تطلع لنا انت مفتي الجمهوريه تقولوا لنا راهو غدوه عيد وكل عام وانتم حيين بخير. نمشيوا للفقره المواليه. تناوش اللي كل مره مش ناخذوا فيها متفرقات شويه اخبار تعنا بالساحل الكبير في سوسه والمسير والمهديه. الجمعه اللي فاتت حكيت لكم على الوفد الوزاري اللي جاي ثلاثة ايام في اوتيل وكيران، واسمع اللي ما سمعتش واجري هاي في تومه خلطت، والناس الكل من ولايه لولايه، هاو شويه انجازات شويه كذا ذي بالنسبه للمهديه. ما ريناش من بعدها مجلس جهوي ولا اعضاء مجلس النواب اللي ولاو ديما مدين وجوههم، اللي هما زوز اشخاص كل مره نشوفوهم كانوا هما في جميع المنابر اللي يحكيوا على المهديه منطقه من سيمر، انهم جاوا وضحوا شنو هي مشاريع و60 مشروع واسمع لي ما سمعتش. ولكن القناة الاخبار هذايا فما سيدي هاللجنة الجهوية هذه الكل مشات تلمت في رجيش في المهدية، هاو نسمعوا مش نعطيكم توا اشكون اللي تلم. نبداو السيد الوالي الكاتب العام ربي يحسبوا معايا، زوز اعضاء مجلس النواب اللي حكيت لكم عليهم، المدير العام للوحدة الخصوصية للسكن الاجتماعي، المعتمدين زاد حاضرين معاهم، رئيس البلدية، المدير الجهوي للتجهيز واعضاء اللجنة الجهوية الكل، زيد عليهم عدد المنفذ، هذوما الكل جاوا شنو يعملوا؟ مش يحضروا على قرعة متاع توزيع المساكن الاجتماعية ال21 منتفع. هما اللي حضروا هذو اكثر من المنتفعين. جاءوا تلموا الكل معنا حاضرين، إيجا مش نعملوا قرعة مش لك المساكن الاجتماعية اليوم، شوف قديش من عام الناس متقدمة بهم المطالب هذا متوى وين جينا تلمينا مش نعملوا قرعة. ثم لا يعني مش نختاروا الواحد وعشرين من بين الآلاف اللي متقدمة، 21 معنا كهو الواحد وعشرين هذا مش نزيدوا نعطيهم اللجنة أخرى، اللجنة الأخرى تعاود تنظر فيهم. وبطبيعة اللجنة هذه كالعادة فيلق باش يتلموا قبليات قدامهم وقاعدين يعاودوا هما بعد ما يكملوا يعطيوهم اللجنة أخرى. اللجنة الأخرى زادة بعد ما تشوفهم تقول لك لا ال 21 هذوما برشا يردوهم ستة، يرجعوها للجنة هذه تعاود ترجع للجنة الأخرى اللي قبلها، لأن القوم من بعد يقول لك لا الله غالب رانا قررنا أنه الأرض هذيك مش نحولوها إلى مسبح ولا مش نحولوها إلى سوق بلدي ولا الله أعلم. ولذا نقصوا شويه من هالهك هاللمات وهالليجان وهالبرشة والواحد معنا عيته وشهود على ذبيحه قنفود، 21 مسكن عملتوا له هذا الكل. الخبر اللي بعده يجينا زاد كيف كيف الفيلق وهالجماعه هذم ديما اللي تلموا، السيده وليد سوسه اللي كالعاده هاو كيما قاعدين نشوفوا ديما هك الفيلق هذاك وراها وهي تمشي في الزيارات الميدانيه.
يعني هذه واليه ميدانيه تي مرضها في الزيارات الميدانيه. تذكر كي ندخلوا للصفحه نتاع الولايه زياره ميدانيه زياره ميدانيه واشرفت زياره ميدانيه كما خليتها اخر مره. كانت تفكروا مش تشوفك الكياسات اللي مش يعبدوهم اللي لتوا لا عبدوهم ومعنى يقول لك المعبود ربي هنا نتبعوكم والمعبود ربي. المره هذه مشات باش تمشي تعمل زياره تفقديه وميدانيه لك المشروع العظيم نتاع منتزه هرقلة بارك. اسمع يلي ما سمعتش، المشروع هذا هو مدينة سيتي وهو الأول في شمال إفريقيا، الأول في المغرب العربي. اليوم المشروع هذا مش يفتح برشا أفاق ومش يولي وجهة سياحية كبرى، مطاعم، مسارح، فضاءات ترفيهية، لا نزيدكم باش يعملوا فيه باش يجيوا على جنب هكا يعملوا فضاءات مخصصة لبيع المنتجات لك الحرفيين والصغار الحرفيين والفلاحين اللي هو ذا العنوان الأوحد اللي لنا ديما قاعدين نخدموا به ديما الحرف والقرية الحرفية وصغار الحرفيين ونعاونوهم. المشروع هذا كالعادة نعاود نقول لكم هاو مشلوطة كما قلت لكم على برشا حاجات ونرجع من بعد نقولهم لكم هاي مشلوطة كان كمل نتعداو من بعد. يكون عندنا صفقة عمومية في البلاد إلا وتحوم حولها شبهات فساد. تتذكروني كي قلت لكم على الملعب الأولمبي متاع سوسة هاي راي مشلوطة والله كان معناها الواحد ما عنده شاهد كذاب توا نحاول نعديكم وقت قلت لكم عليها راهو الملعب الأولمبي متاع سوسة ما زلنا مش نسمع المسلسل متاع التعشيب متاع الأبواب متاع صبورة لامعة متاع إنارة وإحنا ماشينا كاكا وهاي مشلوطة كانت حل في موعده زاد كيف كيف هاي لهنا معناها باش نبدأ واضحين. المرة هذه يطلع معناها كل ما نلقاو انه ما فما حتى حد يطلع يفسر يحكي كل عادة زيارات ميدانية شوية تصور وما نفهموا حد شيء والله يواكبنا ورجعنا الا وتسمع في بعض معناها الكلمات منه ومن هاو رئيس لجنة في بلدية هاز معاه مولى معمل وحب يعمل معاه صفقة متاع كراسي هاو العشب ما صح لهمش على خاطر طلع غالي وفما واحد حبيب قالهم تو نجيبهم لكم هاو من هنا من ليبيا وتو نحاول نبنيوه مع بعضنا هاو حبيب اخر قالهم راهو الضوء تو نعملوه بالطاقه الشمسيه وينجح هاو واحد اخر زاد من غادي قالهم في السيارات وين نعملوا فيه هاني الصاله قريبه يمشيوا للصاله نتاع المغطات غاديك في السيارات نعملوا نفق من اللوطه في هذا الكل من بعد ديما نسمعوا هاو حتى حد ما حب يجاوب هاو ما نعرفوش شنو هي المصدر هاو فما شكون معناها يقلقوا لو كان يتكلموا في الموضوع هذا وكانهم هما فوق القانون لا راهو المربع هذاك اللي كنا نعيشوا فيه قبل راهو مشى توا لو كان فما الداء نحطوا عليه معناها الاصبعنا ونقولوا هاو الداء وهاو المشكل وين واذا عندك مضيف في الموضوع هذا اطلعوا كذب اطلعوا فسر ما غير ما نقعدوا والله لا وهذا وقوة شد للوراء وناس الصاد في الماء العكر الماء العكر عمنا فيه لين شبعنا نمشيوا للفقره المواليه. البلديات ومشاكلهم مش نبدأ بيكم الساعة توا بهيبون في المهدية نتفرجوا في الصور هذا وانا راجعين. اللي كنتوا تشوفوا فيه ذاك تعدي صارخ وواضح على المناطق الخضراء هذوم العمارات تاع سيدي مسعود فما كل الفضاءات هذوكم وين الصغيرات تمشي تقعد فيهم وين الشجر والمواطنين وحدهم وحدهم كراو تراكس وجاء قال لك يعني مش نلقى وين نحط كرهبتي بداوا يقلعوا فك الشجر وقلعوا المنطقه ذيك الكل امام صمت رهيب للمسؤولين الجاويين وللبلديه البلديه اللي حكيت عليها قبل لهين بشكون عامل مشروع في حومته لهين بنبوب الضوء ومعناه والشيء هذا ما المناطق الخضراء يذولي اخر اهتمام في هيبون اخر اهتمام في المهديه بصفه عامه لان المهديه اليوم وينهم المناطق الخضراء نتاعها وينهم اليوم اعطوني متنفس في المهديه وين ينجم معناها دون لك البحر اللي حملات النظافه يقوموا به مجتمع مدني اعطيونا متنفس بالحق معنا في ولايه المهديه وين الناس تمشي تقعد مع صغيراتها تعرف غازون يا رسول الله وشجره جاوا قلعوهم باش يحطوا كراهبهم لا والمواطنين هذم اللي عملوا معناها صيحة فزاعة شنو يجاوبوهم؟ ايه انتم قلتوا هك على خاطر ما عندكمش كراهب. ايه المواطنين هذوكم من حقهم. انت اليوم كبلدية وتحكي على محليات وقرب قم بواجبك. نتعداو البلدية سوسة.
في بلدية سوسة جلسة عمل بإشراف سيد رئيس البلدية، جاءوا تلموا الناس الكل مع بعضهم كالعادة، عملوا معنا قاعدة، وحنا قاعدة كل مرة نرجع ونشوفوا شنو قاعدين يعملوا البلدية متاع سوسة، إلا هانا نهدوا في البحر، هنا قاعدين نشوف في التريتوارات، هنا نعملوا في الخضار، يعطيكم الصحة، ولكن ما كومش قاعدين تعملوا في حتى شيء. كان معنا هذاك الملك العمومي معنا في باجكم توا، ما تحركوا شوية اظهروا معنا، زعما رانا مشينا للسوق، مشينا للمرشي، رانا وقفنا قدام التريتوار، رانا صلحنا انبوبة، رانا شفنا الماء في البحر، زعما معنا على القليلة. الجلسة هذه شنو كان الفحوى نتاعها؟ هو يعني يحبوا هيك يدرسوا الإشكاليات نتاع تصريف مياه الأمطار وحماية سوسة من الفيضانات. قداش عنده الموضوع هذا ديما يتحكيه وتتلموا وتقعدوا كيسان قبليات ببسمين، نقعدوا نتلموا التليفون من غادي الناس الجماعة نادي المجتمع المدني، إيجا من هكا وما زلنا نفس المشكل، كل ما تصب مطرة في سوسة إلا وتغرق البلاد هذه. معناها بتجتمعوا ولا ما تجتمعوش ما فهمتش، نحسوا زايد معناها اليوم راه ولا اليوم اللي في سوسه ولا مهيئ، يعرف اللي كل ما تصب مطر يبدا محضر ريحته باش يعوم بالباهي، ينجم يشق بفريجيدير، واحنا معناها هذا ينجم يدخل حتى في مشروع مستقبلي لسوسه. معناها احنا ما عادش عندنا مشاريع نجم ننهضوا بها في سوسه، علاش نعملوا في ترامواي، علاش نزيدوا في قناطر، علاش نعملوا مساحات خضراء الواه مثلا، احنا نجم نقولوا كيما فينيس كي تصب المطر نعملوا القوارب عندنا تاع الكاياك، هذوكم نولي زاد يولي يصب في بعض وتتعدى بك الفلوكه نتاعك مع الزوجي، تمشي بالزوجي توصل بيه سهلول ونجو معنا مع بعضنا. وفي هذا الكل المواطنين شنو يقول لك؟ يقول لك راهو الصيف على الابواب، بربي عملتوا لناش حل هك زبل حاشا من يتصنت والناموس هاو على القريب. هذاك ما كانش الاجر زاد من توا نبداو نشوفوا حلول في الامور هذه. وكل الفلاحين زاد كنتوا تنجموا تجتمعوا مع الاداره الجويه نتاع الفلاحه ونشوفوا المشاكل نتاع اليوم نتاع المبيدات، ما نجموا نعاودوا نتلموا فيهم. ونظن اني انه بلديه سوسه يلزمنا نوليو هكا نركزوا معكم شويه الايامات القادمه، نتعداو البلديه مساك الكل وتحية طيبة للجميع. شكرا لك سي محمد على التدخل. أهم القرارات اللي باش يتم اعتمادها وتطبيقها بداية من اليوم سي محمد، هو مش قرار جديد، هو قرار قديم جديد، دونك القرار هو موجود من 2018. واليوم مش اليوم عملنا جلسة أمنية مع المختلف المصالح الأمنية في معتمدين المساكن في تاريخ 10 مارس، وتفوق على الاتفاق على تفعيل القرار بتاع منع مرور الشاحنات الثقيله من في الطريق الوردانيين على مستوى من رومبوان كسير المعروف برومبوان كسير حتى للدوره نتاع طريق الشجاميه اللي هي تمر بحانور من الثامنه صباحا الى الثالثه مساء، على خاطر اول حاجه احنا تعملت طريق الشجاميه الكبيره هذيك اللي تمر من لا تخرج في الزاويه، وهذيك تخدمت وجوع لقت باش تنقص الضغط والانتظار والازدحام والمشاكل المروريه على وسط البلاد. وثانيا زاد كيف باش نقللوا من المشاكل اللي راهو فيها ونحافظوا على سلامه الناس، خاطر الشاحنات مع الحركيه نتاع السوق هذاك ومع عدد السيارات الخفيفه وزيد السيارات الثقيله تولي فما اشكال كبير وفما انتظار وازدحام ومشاكل احنا في غنى عنها اليوم. سي محمد، القرار هذا كما كنت تحكي واللي يهدف الى تنظيم الحركه المروريه في سوق ترفر وايضا تجنب الاكتظاظ وغيره، القرارات هذه او يعني مثل هذه القرارات باش تشمل بعض المناطق الاخرى في مساكن؟ يعني عندكم بعض يعني بروجرام او برنامج لبعض المناطق الاخرى في مدينه مساكن باش تنقص و يعني نحدوا من الاكتظاظ والامبوتياج اللي نشوفوه في بعض المراكز؟ أكيد يا مهدي، فما هو هذا برنامج كامل مش كامل الطريق هذاك، فما كيف احنا في مساكن عنا أنهجوا عنا طرقات اللي هي ذات اتجاه واحد المعروف يقول لك سونس يونيك وممنوع باش يكون فيها فايزيان اللي تتاقى تفعيلها جدا كيف، فما الحي كامل الأوراق مع حقة النقل الحافلات عملنا له برنامج كامل في إطار مخطط مروري كامل باش يسمح بمرور سيارات هذيك الأجرة نتاع اللي تمشي للمردين والكار اللي تمشي زاد للسوسة على طريق المردين والمعهد الفني والمدارس اللي موجودة غادي باش يكون زاد كيف فما تفعيل برنامج كامل في إطار تنظيم حركة مرور في
في الجزء من الحي هذاك كامل. ثم أنهج أخرى ثم في مستوى التاريخ الوطني رقم واحد، ثم فتوحات في التاريخ سيقع غلقها باش نقصوا من الكروازمون ونقصوا من المشاكل المرورية والحوادث لا قدر الله اللي يمكن تصير. دونك هو برنامج متكامل تخدم في إطار لجنة التهيئة العمرانية ولجنة الأشغال والمجلس البلدي بالطبيعة بالاستعانة بناس عندهم خبرة في المجال هذايا، وبالاستعانة بالشرطة المرور وفرقة الطريق العمومي اللي هي مستخر على تنفيذ القرارات هذه إن شاء الله. سي محمد توا فترة يعني منذ يعني ولا في مساكن ولا عن الشنغال، الشنغال هذا اللي بطبيعة كل هدف منه باش زاد كيف عنده نفس يعني الأهداف اليوم باش ما يصيروش كل المخالفات فيما يخص الدوزيام بوزيسيون أو غيره. فما نجاعة اليوم في مدينة مساكن، فما نقول احنا نتيجة إيجابية بعد دخول الشنغال في مدينة مساكن؟ بطبيعة أكيد ومؤكد. وتعرف انت يا مهدي قبل ما يدخل الشنغال كانت تقراها مقارية فوق التروتوارات، كانت تقراها مقارية في الروبانات، كانت تقراها مقارية في اماكن محجرة، كانت تقراها مقارية في اماكن تمنع الفيديتين كحالة المرور. ثم حاجة اخرى مهمة، اني يعني شفت برشة تعليق في فيسبوك، شفت برشة واحد احنا مع حماية حقوق المواطن، هذا لا سبيل اليه باش يتعديوا على المواطن ولا باش يقع ظلمه ولا باش يقع التجني عليه، لكن زاد كيف يجب احترام النظام اللي يتحط في البلاد. احنا اليوم ضد التعسف، واني مع اي مواطن اذا كان صار عليه تعسف اني ناخذ له حقه ونوقف معه، لكن هذا يجب احترام القانون واحترام اشارات المرور واحترام العلامات الوقوف. هذا ما فيش نقاش. اني شفت حدا تعليق خذ شكون اللي قال نهار الاحد اني قاعد نشرب في قهوه ونغزو في الشنغال يهز في كهرباء بالغلط، والشنغال المعلومه ما يخدمش نهار الاحد، ما يخدمش نهار العشيه، وما يخدمش في العطل. معناها ساعات ثم تعليق زايده في الاحتلال، معناها يمكن فيها جرعه زايده في التعليق. معناها اوترومون راهو كي تعمل الشنغال ولا كي تعمل التنظيم المروري هذا راهو لحماية الناس أكثر ما هو حاجة أخرى، ماهوش ما فيش مداخيل كما يحكي لنا شيء مداخيل ندخلوا فيها حتى شيء، لكن عملنا هذا باش ننظموا المرور وننظموا الحركة المرور في البلاد لا أكثر لا أقل. اليوم حتى الشنغال شو اللي يخدم في ترفر في ديزيام بوزيسيون، الكراهب اللي تلقاها واقفة ديزيام بوزيسيون راهي مش ترفع. سي محمد فما نقطة شفت أنت حكيت حتى على الفيسبوك باعتبار قعدت نتابع، وأني نحب بطبيعة باعتبار ما فماش وجهات نظر مختلفة في تدخلك معنا، نحاول ديما نوصل آراء وتساؤلات بعض المواطنين. يقول شنو الجدول اليوم بتاع الشنغال في مدينة مساكن وإحنا ما عندناش باركينج خاص بال يعني خاص بالسيارة؟ باركينج يا سامي يا مهدي، فما حاجة أخرى مهمة. احنا مثلا في مستوى الحي التجاري في المعروف بالحي التجاري فما الباركينج موجودين والبلايص موجودين، لكن مالوريزمون فما استعمال غالط للباركينج. احنا عملنا محطه للشاحنات بتاع نقل البضائع اللي هي موجوده محمد ستاد، والاصحاب الشاحنات هذه ما التزموش بالمحطه نتاعهم والمكان نتاعهم، واخذين البلايص اللي موجوده في وسط البلاد اللي هي مجعوله للمواطنين. احنا توا ديجا من جمله القرارات انه ستفعيل المحطه هذه وسيقع تحويل كل الشاحنات المعده لنقل البضائع للمحطه المخصصه له، ولا مش في التزام سيقع رفع سيارته سيقع المخالفه نتاعو. هذا كله راهو عمل يكون بالتنسيق مع المصالح الامنيه هي اللي هي عندها صلاحيات باش تقوم بالتذيع. وكانت هناك اجتماع صار نهار 10 مارس، وفما اجتماع صار البارح تنسيقي، وبدينا اليوم في تطبيق بعض الاجراءات هذه، وستكون هناك متابعه على المدى القادم على الايام القادمه بخصوص بقيه الاجراءات. الهدف منها هو التنظيم لاكثر ولا اقل. احنا داخلين على فتره صيف، داخلين على فتره نتاع باش تكثر الزحمه ويكثروا الناس اللي تقضي مشوارها ويكثروا عمالنا بالخارج اللي مش يروحوا، وعندنا زاد كيف شهر رمضان اللي هو شهر يكثر فيه شويه الحركيه. دونك تحبوا تكون ما تصيرش تعطيلات مصالح الناس، وفي نفس الوقت زاد ما تصير الناس لا قدر الله حوادث ومشاكل يقولوا شفنا ما خممناش وما تحركناش وما عملناش. هذا هو الهدف، الهدف هو تنظيم بالاساس في اطار الامكانيات المتوفره وفي اطار مراعاه خصوصيه زاد مساكن، ما ننساوش احنا عندنا خصوصيه زاد مساكن لاكثر لاقل. معناها الجمعتين التالي في مساكن كنا نحتفلوا بالمئويه ويتبارك الله، معناها يعطيكم الصحه وبلدية معناها الدولة عليها الناس معناها عندهم لمدة قرن، ويعطيكم الصحة وتبارك الله وتخدموا. ولكن قعدنا 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 وطلعنا بقرار، شنو هو القرار هذايا؟
منع جولان الشاحنات الثقيلة في سوق ترفر وعودة استعمال الشنغال. وكهو وقفنا غادي، معنا حتى حاجة أخرى نجمو نعملها في البلدية، قعدنا معاش تعدوا الكوامن من ترفر ونرجعوا الشنغال. الشنغال هذا المواطنين الأخرين شنو يعبروا عليه؟ يقول لك مارينا من بلدية مساكن إلا وإنها قاعدة تعمل في قوانين وقرارات باش تزيد مواردها المادية وفقط، معنا مش تجي من بعد وقت اللي تجي انتخابات أنا عملنا سيارة لكل عون، هنا عملنا لكم تريتوار قدام دار كل عون وكهو. معنا في هذا الكل شنو عملتوا في الإنارة؟ شنو عملت بلدية مساكن في تهيئة المناطق الخضراء؟ شنو عملت بلدية مساكن في النظافة؟ ما رينا حتى شيء. معناها تو وقفنا كان هاو الشنغال هاو مش نرجعوا، وممكن يخمموا ولي يدخلوا حتى هما في البافات وفي الواحد زاد بلدية مساكن. راجعين لكم وان شاء الله نسمع عليكم كل الخير. نتعدوا الفقرة الموالي. ليش بن محجوب رئيس قسم طب العيون فرحه حشاد سوسه. نحن في قاعه العمليات فرحانين بحدث جديد هو اقتناء هذا المستشفى المجهر ميكروسكوب اوبيراتوار. الميكروسكوب هذا اخر ما خرج على السوق، فيه امتيازات كثيره خاصه في جراحه الماء الابيض والشبكيه، يوفر لنا الظروف باش يكون العمل أتقن وأقوى وأسرع، وبه هو إن شاء الله بقدرة ربي الأكتيفيتي تاع الجراحة بتاعنا تنزاد أقل ممكن 30-40%، وهذا مكسب الجمهورية التونسية وخاصة القطاع الصحي العام اللي نسعى باش يكون ديما في المستوى وأكثر من المستوى باش يعم للطاقم الطبي الكل. في مزايا زاد كونه معناتها في النتائج نتاعو فوريه، النتائج هيك تعمل تصويرات تلقاها معناتها يعطيك نتيجه في الوقت اي طريقه العمل به تعطي نتائج فوريه وتخليك نوسع الشامبراتوار بتاعنا الانواع عده من العمليات. تقريبا سلهاش ما يخلي نعرفه معك انت عدد العمليات تقريبا اسبوعيا ولا شهريا معاش تقريبا حوالي قداش في قسم العيون؟ والله في قسم العيون في سوسه بالنسبه للماء الابيض وصلنا 3500، بالنسبة ل 3500 مريض، بالنسبة للشبكية نوصلوا حوالي 300-350 في غضون شهر ولا قبل؟ لا في السنة، في السنة، في السنة، في السنة. وبالنسبة للعمليات الأخرى كما الحول كما الجفن ما استحضرش عدد ما موجود. احنا نمتازوا في القسم هذايا عندنا إكيب فيها 7 سينيور يعني أساتذة وأساتذة مبرزين وأساتذة مساعدين، هذيك الميزة تاع السيرفيس ولنا الحظ باش نكونوا نخدموا في إكيب كيما هي. ومعنا إكيب تاع شبه طبي ممتازة وعندها خبرة في الشيء هذا. المجهر هذا مش يزيد يعم الإمكانيات والفرحة في البلوك على خاطر الغرفة الثالثة اللي كانت ما تشتغلش براتيكمون تو باش تولي تشتغل بصفة معناها منظمة بصفة رسمية، يعني الطاقة بتاع العمليات مش تنزيد أقل من 30-40%. آلة جديدة لجراحة العيون هي الأولى من نوعها في المغرب العربي، بشرة معناها اليوم تزف للإطار معناها الطبي وشبه الطبي الموجود في قسم العيون بمستشفى فرحات حشاد. في الحقيقة خلينا من لون نعطيه لكل ذي حق حقه، رئيس القسم الدكتور الهاشمي محجوب وبقيت الفريق العام اللي معاه اللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير. هنحكيه على أكثر من 4000 عملية معناها يسيروا في السنة ما بين الشبكية وحشاكم الماء الأبيض في العينين. اليوم الآلة هذه اللي باش نجم على تخفف الضغط ومش كما نقولوا تواكب التقدم والتطور التكنولوجي في المجال الطبي. من المزايا نتاعها انه قالك تخدم بالويفي، هذا ويفي في تونس. احنا الضوء يقص يا رسول الله كل نهار حد وحدهم كيك، معناها قرروا دون سابق انذار يكتبوا لك انا مش نقصوا دون سابق انذار، لوج على روحك معناها شيمنا في سبيطارات. ونحكيوا على ويفي ونحكيوا على امور اخرى، ولكن خلينا ديما نسبقوا النوايا الطيبه. الحاجه الاخرى اللي اليوم زاد المواطن يقول لك باهي كل مره نسمعوا هاو ميكروسكوب هاو دوبل سكانير هاو كل شيء جبنا هذا من الكل، ولكن يقعد حكر على ناس وناس اخرى لا. ذا زاد بالحق اليوم لو كان صحيح الطب ما عندهم حتى دخل، ديما الواحد اللي يولي يحكي على الاداره لهنا. اللي مواطن يجيهم عام 2015 حب يعمل عمليه على عينيه 2017 وكانوا يستنى معناها عادي العين تستنى ما تصبرش،
يعني ان شاء الله بالاله هذه ما نسمعوش هاو لو احنا لك رونديفو وهاو كذا وناس فرض وناس سنه وكذا. ماذا بينا كل مره وهكا تقدم ورا وتطور يعم على الناس الكل وخليه الخير يعم على الناس الكل. نقولوا للي يحسن احسنت واللي باش يغلط نحن له بالمرصاد. ونتعدوا الفقر الموالي. تذكروا من مدة وقت اللي نحكي على المونجالة متاع القلعة الصغيرة وقت اللي عملت لكم مكة قلت لكم راو لازم مش تصير حاجة معنا لازم تصير فيها حكاية. يعني قعدنا بعد سنوات اليوم معناها تنقسم الأراء ما بين مؤيد وما بين رافض ولينا زادة حتى في الأذواق تختلف زادة ما نجموش نرضيو كل الناس وما كل واحد شنو الألوان اللي تعجبه كل واحد شنو ذوقه. واحد يقول لك شنو هو بيج بان وذاك ينبر من غادي الاخر قال لك شنو هي صاروخ الاخر قال والله ما فهمتش انا المنظر هذا شنو وفما شكون اللي يقول لك والله مجهود يذكر فيشكر يعني فما حاجه تعطي وتضفي جماليه لمدينه القلعه نشكره معناها على القيله ها وبداوا الناس تسعى باش تحافظ على كل الجماليات وان شاء الله تدوم الحاجه هذه تطلعش تخدم بالبيله ولا لو اعلم من بعد يجي نهار وتقص وما عادش تخدم. واللي كالعاده نعاود نرجع اليوم مسألة الألوان ومسألة الأذواق ومسألة هذه زرقة وهذه خضرة وهذه حمراء هذا الكل ما يعنيش. كما قلنا لو كان يزلنا نعدلوا الساعة والمنجالة متاع العقلية متاعنا متاع مخاخنا لو كان نعدلوا أوقاتنا بالحق في تفكيرنا وفي في الـ في الـ وحتى في النظرة المستقبلية متاعنا لو كان نعدلوا من المنجالة متاع اليوم متاعنا والعجلة الاقتصادية والاجتماعية متاعنا مش كان يكون أفضل من أنه نبدأ قاعدين شنو اللون هذا قوس قزح أسمع اللي ما سمعتش وتطلع رئيس البلدية تكذب ونعرفش شنية وتتكلم في الإذاعات يطلع لها مواطن من غادي والله العظيم رو عيب عيب وما نعرفش شنو في هذا الكل. اليوم المنقالة هاني موجودة فما الناس اللي تعجبهم اللي ما تعجبوش مثالش هانا ما بعضكم الناس الكل إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. نتعدوا الفقرة الموالي. كالعادة راهو الواحد معناه كل يصب في بعضه احنا ما فماش إلا وتكون فما صفقة عمومية متاع حاجة والحاجة التابعة الدولة تعمل فيها إلا وفما الخور والخور معناه عمال واني ماشي زي قصر الجم يعني هكا التحفة المعمارية اللي معناها العالم الكل يحسدنا عليها اللي كل مرة نسمعوا هاو رمموا في 2007 هاو عملوا هاو منا هاو نعرشنيه هاو فما فساد هاو فما هكا نتفرجوا في الفيديو هذا وهنا رجعي مش نعلقوا. اليوم 31 مارس 2021 9:30 بتاع الصباح او سيدي في الاشغال ما فما لا اشغال لا فما شيء لا خدمة لا شيء امس يخدموا خاطر عندهم جاهم كنترول الخدمة هاك تشوف دوما فما حتى خدام الأشغال حابسة فهمتش احنا وين ماشي الفلوس هاي سيدي هاي الأشغال هذاي الترميم هذاي الشافوطاج وين الخدام فما حتى شيء. 31 مارس 2021 9:30 متاع الصباح هلا احنا الجامعة غيرونا غيرين على بلادنا راه حبوش يكون يهند علينا حبوا خسرنا مراجل دام جات هيبة نخدموا ونرجلوا ونتعاون الناس الكل في مصلحة البلاد هاي سيدي هاني 9:30 تصبح فماش خدام هاي سيدي هاني اللي كاسك هاي اللي كاسك ها فما حتى شيء هاي سيدي هاني السلالم ها فماش خدام فماش اشغال تسمعوش في حس فما حتى شيء هاي السلام عليكم. اللي كنتوا تفرجوا فيه معناها ذاك يقولك احنا رانا الجامعة نغيروا على بلادنا ونغيروا معناها على تراثنا وموروثنا ونغيروا على بلادنا بالحق لانه الجم منطقه منسيه اليوم الجم شنو اللي فيها ما فما حتى شيء يعني عندهم حتى وكل القصر كي جاوا معنا قلنا الترميم وحطوا الموارد معناها الماليه وبدينا حاطين اجال هاو مش يحضر في كذا مش يحضر في هكا وين نشوفوا الخدامه مش قاعده تخدم قالك معناها جاي بدا يصور ما فماش الخدامه فما الحديد هنا محطوط وكل شيء محطوط الله اعلم وينهم
والمعناها ولكن الخطير في هذا يقول لك راهو جاوا البارح سمعوا على خاطر فما كنترول جاي الكنترول جاوا خدموا روح الكنترول عاودوا قعدوا. هذا اللي ديما اللي نسمعوا احنا اللي ديما اشغالنا ما تتمش في الاجال نتاعها. حاجه شهرين تقعد عام، حاجه عام 20 سنه، وكم تعرفوا معناها وين موجود الشيء هذا الكل. معنا اليوم المراقبه حتى توكي نحكيوا احنا على معهد التراث ولا وكاله احياء التراث ولا الناس اللي لاهيه بالموضوع هذا نتاع قصر الجم، عندهم فرع في الجم، عندهم شكون قريب يعني من المهديه يبخل باش يمشي من المهديه يراقب، ولا فماش عون قار غادي يراقب لوج معناها الخدام يخدم ما يخدمش، الله اعلم المقاول قاعد يخدم في وقته اللي باش زاد. هيا باش يجيكم شهر اخر يقول لكم الحديد زاد، ما نفهمش يعني توراو بالنسبه للواحد زاد، مانيش نكمل نخدم الا ما تزيدوني. هذه اللي قاعدين نسمعوا فيه في الاونه الاخيره في الصفقات العموميه، الكل ياخذ بسوم بعد بثلاثه شهور يقول لهم بطلت راني لا كل شيء زاد وما يساعدنيش. ولذا لو كان نرجعوا لك المعنى نراقبوا بالباهي، خلينا نراقبوا الخدام راه زاد ماهوش على القانون وماهوش فوق القانون. الخدام تخدم ربي عينك والمقاول يزمه يتراقب والكل، هذا خاطر هذيك مصلحة الناس، هذيك قصر الجمة والسيف على القريب، هاو على القريب هذاك منارة احنا حسب نحكي، ولا معملين يطلعوش الاخرين يغوث يقول ما فما حد شيء. تعدوا الفقر الموالي سكالوب كان ب 9000 ونص ولا ب 11000 مملاص، علاش خاطر رمضان قرب ولا شنو حب نفهمها اخي؟ الله اعلم، هما يعرفوا كيفاش يسيروا البلاد اخويا، ما ادريش على الدنيا كيف هنا ما طارش بالضبط. السكالوبك تشوف فيه هانو ماخذينه ب 11000، الكويس ب 6700 فرنك، ما فيه حتى شيء. المواطن وين باش يولي؟ السلعه تغزر فيها هاني قاعد بلاي. تو بالنسبه للموضوع العظم يعني حاب العظم مسعر، تو في ولايه سوم في ولايه اخرى سوم، ما فيش تسعير. فلاح ما يفهم حتى شيء، انت الحاكم يقول لك باش نسعروا والفلاح ما يسعروش، جي تكلموا معنا على العظام يقول لك برا الحاكم يعطيك العظام، في حد شيء كلها قشارة اخوي، تخفي ما تخوك لم حتى واحد، واحد تحت واحد. لهنا وين يختم المواطن ويقول الله اعلم، هما اللي يعرفوا. السكالوب كان ب 9000 اصبح ب 11000، العظام مفقود، الدجاجه اليوم توصل حتى ل 14 دينار. وين ماشيين في هذا الكل؟ رمضان على الابواب، الغلاء قاعد يمشي ويزيد، الاسعار تمشي وتطلع، ولو اعلم شكون متحكم فيها، لانه لهنا كي حكينا فتره على القشاره قالك زاد حتى احنا زاد الخاتي، راهو من هنا راهي مسعره، المراقبه ما فماش، والشيء عمال ويزيد. حاجه اخرى اليوم بالحق احنا بلاد اللي نحكيو بالملح، توا ذاك اللي شادين احنا عندنا مده، اتفاقيه الملح، اسمع اللي ما سمعتش الملح، والله حقيقه اللي تصدمت. كي نلقى شكارة الملح ولات بين 500 و 600، شكارة الملح وصلت ل 600 فرنك تو. هاو نسمع المواطن وانا راجعين. الملح كان بخلاهونا ب 120 فرنك، تو ب 650 وب 700، ساعات في الحانوت يقول لك ب 700 والاخر ب 650، كانت ب 120 فرنك. الطماطم هذيا كان بشوي، هذيا كانت ب 12 ليمي، هذيا كانت ب 12 ليمي، ب 12 ليمي تو ب 83. تقول لي منين صاحب الشهريه؟ انا كل واحد يخلص بمليون وكل سارق، هذاك كل واحد يخلص بمليون وكل انا مززي عنده ثلاثه صغار وكل لك لا سارق، هذا مش عامل، هذه عجبتكم المعيشه؟ اديره الحمص كانت ب 2000 فرنك، تو بقداش يا سي سال؟ 12000 اديره الحمص كانت ب 2000، منين يا خويا 10 سنين هذوما شفنا العجائب الغريب؟ تو ندبوا فيهم بالشقاف، والله العظيم فطور الصباح يقوموا في الصباح نصف النهار باش يفطروا فطور الصباح، يقعدوا لليل باش يعملوا طايف عشاء. كما كنت تسمعوا المواطن يقول لك حكته طماطم هيك كان ياخذ فيها ب 1200 اليوم 3800. اعطانا تحليل المواطن هذا، قال لك يا سيدي كان اليوم معناها التونسي اللي يخلص مليون ويقول لك راني متززي راهو سارق، قال معناها هذه امبوسيبل مش يوصل الواحد ياخذوا. حسبك الدراسه اللي حكينا عليها اللي اليوم المواطن يحب يعيش حياه كريمه في تونس يزمو 2400 في الشهر، يعني 2400 دينار باش تعيش حياه كريمه، فما بالك هكا اللي ب 200 دينار وكذا، واحد معناها كيفاش قاعد عايش. نفس المواطن هاو نزيدوا نسمعوه ونسمعوا لحكايه فاتوره الماء والضوء، وهنا راجعين. الماء ام الله يرحمها كان جا 8-7000 فرنك، اش تقول لي؟ قول لي يا وليدي الله يرحمها شبيه ما لازم يجيب ياسر، قول لي اش نعمل؟
تهاو 8000 تقول لي ياسر توا 120 180 200 الضو كيف كيف الضو حد ما قال الحد حد ما نفهمش انا الشعب كيفاش عايش توا الشباب سيء نحن سيء زفوا بينا التران أم الشباب اللي جاي كما كنا نسمع ورقة الماء قال اليوم ميمته والله يرحمها كانت قبل كي تجي فاتورة الضو 7000 8000 تقول يا وليدي ياسر ويجي أنه نخافوا على الماء قالك اليوم ما تحتش على 180 دينار فاتورة الماء والضو حدث ولا حرج معناها هذا الكل معناها وزيدوا ما زال يتنفس معنا ذكر الماء زاد اليوم ونحس وكأنه السوناد قاعدة تعاقب فيه المواطن ما نعرفش معناها كيكا من وحدهم ما نعرفش في شنو قاعدين يعملوا كيفاش قاعدين يحسبوا شنية الطريقة اليوم كحكينا احنا عنا مدة ونحكيه على الجفاف والمياه وما نعرف شنو اللي ما نطرحت الحلول تحليت مياه البحر معناها تنقيت المياه متاع الصرف الصحي للحلول هذه معنى الاستعمال الصناعي كما نقوله في هذا الكل مرينا حد شيء الكل يثقل على كه المواطن اللي نزيد نسمعوه المواطن هذا هو قال حاجة وقال هالي حتى لياني قال لك إن كلكم في حالة صراحة ما تعرفوش على رواحكم وقتاش تتشدوا نسمعوه تونس بكلي في حال صراحة بكلي ما تعرفش على يحبهم وأحكي غادي بكلي في حال صراحة بكلي بماشي يمشي على وش الأطر شد مكوه ذي في حال صراحة يسمى ما تعرفش عليه البلينة بطلينة ذي منين جانا والسلام عليكم يعني ما ورينا فما التشنج وفما الخوف والناس كله لت على أعصابها لأن الوضعية بالحق معنا شيء نطق يعني اليوم تمشي تشوف الفلفل 4000 الجلبانة توصل حتى 3000 ما شنو وين ماشيين بهذا الكل الثوم اللي نورمالمون يرخص الوقت هذا زاد عاود طلع تو المرة اللي فاتت سيدي عديتوها علينا وقلت كورونا وراو المناعة وكل جا وكل البياع داو يبيعوا ب60 طب 70000 رسول الله معنا وين ماشيين بهذا الكل في التشنج هذاك الكل المواطن هذا ربي يشد له ربي في صحته بكل هدوء جاني وطلب مني طلب هاو نسمعوه اخويا يقول لهم يرخصوا لنا طريف الاسعار فهمتني راهي غاليه والعبد الزوالي ما عادش خالط فهمتني وقت راه الفلفل بك الحسبه ب 4000 الفول بك الحسبه الجمبالي ب 3000 فهمتني والعبد الزوالي وداخل رمضان العبد فهمتني والعبد ما عادش خالط فهمتني قول لهم معناتها يرخصوا لنا طريف المعيشه والله يا بابا أنا راني كيفك عندي مدة وأنا نقول بجاه ربي يجي الرخص ورا تكلمت لي مبع ما عادش النجم واخر واخر ظهر لي بهم وفاه قلنا هالهم قبل المعبوكة العزوزة حكينا تكلمنا منا طلعنا يطلع لك رئيس حكومة يقول لك والله سننظر وسان مش نعملوا هاو مش ندرسوا هاو مش نخفضوا يطلعوا لك بتاع مراقبة الأسعار والله نحن بالمرصاد ورانا سعرنا والتسعير هذيك ما يخدموش بها يعني يا بابا كلمناهم بكل اللغات بكل الأصوات وما فهموش معناها يظهر لي عندهم لغة أخرى مازلنا احنا ما نعرفوهاش نجم نقولوا لهم عليها فماش ما يفهمونا في هذا الكل والغلاء والعيشة والواحد نرجع نفس المواطن ذاك اللي قال لنا رانا في حالة صراح هاو اعطانا كيفاش التونسي قاعد عايش نسمعوا فما واحد نجم ياخذ غدا واللحم كانش وخيل بايع عنده رزق بايع كانش معناها اللي عمل قلبه باهية وهذا قهوة ذوم العشية توا جي يصب لك مليون ولا مليون ولا مليون مليون ما عادش يعمل حتى شيء مليون ما يعمل شيء للمواطن عنده ثلاثة صغار مش كاي ملكه داره خاص كي يخص مليون يلزمو يتفت الجار ويقول له عندكش قلب ملح عندكش طريف فلفل مرحي عندكش مغلطة طريف زيت هذا اللي يرضى في مليون هذه بالذات معناها الواحد على عينيه معناها ديما نشوفها بالحق اليوم اللي عنده واللي ما عندوش فترة معينة عيشوهم بعد يدق على جاره عندك شوية ملح عندك شوية زيت هذا كل قاس زيت نلقاش عندك شوية طماطم الناس تمشي توزن بنقرم القرم فلفل يعاود يدق على جاره نلقاش عندك شوية فلفل مرحي نلقاش عندك كذا يعني هكا قاعدة الناس تعيش لولا اللي ما زالت شوية بركة في بعض الأماكن وبعض المناطق اللي الناس مازالت تدق على بعضها واللي مازال كيشم ريحة ملوخية ذوق جارو سينو الناس معناها ما عندها وين توصل وما عندها هاني قاعدة كيكة تتفرج لين ربي يفرج علينا والله أعلم وين ماشيين ولكن هاو حل من الحلول المواطنة هذه زاد ربي يبارك لها أعطتنا حل كيفاه نجمو نحاولوا نتحايلوا على الوضع هذا وهالواقع المرير متاع غلاء المعيشة نسمعوها وانا راجعين نقضي أنا متاع قداش من نهار فهمت نقضي طوى 45 دينار قضيت به فهمت دينار معناها شوية خضرة شوية غلة شوية خضرة شوية غلة
شوية شريت دجاجة 10,000 فرنك، شريت 10,000 لحم معلوش، شريت 10,000 لحم بقري، فهمت؟ أنا الحمد لله معناتها مش أما فما الناس ما يجوش يقضيوا شيء، جيست يقضيوا شوية شوية خضرة وكا، فهمت؟ وأنا إلا نستعملوا إلا مش نطيبوا نشريه، إلا منيش نطيبوا منشريهوش، حتى الطريقه هذه نعطيوها للمشاهدين. انا خويا ناخذوا على قد قدنا هكا باش نحاولوا نتحايلوا شويه على الوضع معناها. انت اشري شويه شويه، فهمت؟ وقعد معناتها تقشف فيه هذاك كل قضيته كل كيل، وبعد يوفى ينوب الله اشري عاود كيما امل. انا مثلا توس في النار ولفت وفيت ما عادش نشرى نشري القرعة الربعي والبصل الربعي، فهمت؟ وقته توا والفول، أما نشري شوية شوية، فهمت؟ داك هو الفلفل بربع آلاف بالله نشريوش ولا لا نشري منشريوش، فهمت؟ حتى كان مش نشري بدينار، دينار نحطه في وسط في وسط الطعام باش يفوح وكه، أما باش 4,000 نشريوش، قيته ب3,000 البرة شريت بدينار بكهو. حل من الحلول اللي هو التقشف هذا اللي الدولة تعتمد فيه عندها مدة، وهي قاعدة تقول هاي سيدي احنا تقشف ورانا باش نفلسوها وعلى القريب باش نفلسو، اجري وضعنا باش نفلسو مشينا. هاي ولينا اليوم في العائلات اللي المواطن ولا يمشي يعمل قضية متاع نهارين ثلاثة، الحاجة اللي يلقاها غالية يا ما يشريهاش يا يشري القليل منها، معنا صلنا احنا الفلفل تولينا نفوحوا به. اللي في وقت من الأوقات قلت لكم اللي كان البنان أرخص من الفلفل، الفراز أرخص من الفلفل، معنا وصلنا له هذا. زاد هي معها المواطنة هذه تقول راني هالقضية هذه الكل ب40 دينار، ولكن أخذت شوية 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 ب40 دينار. يعني اليوم شوفوا ذا واللي ما عندوش شنو مش يلحق شنو مش يك، ورمضان على الأبواب، ربي قدر الخير كما بش يقول المواطن هذا. نسمعوا. هما شد الكراسي عايش قلبك معبي ميمتي. ايه والله قلبي معبي، راني مش نترشق وهذه الساعه نستنى فيها. هما شد الكراسي ومتفرهدين وكراهب ودنيا وهي لمانات، واحنا عايشين تحت الصفر. عليه 500,000 ناخذ فيها انا ونش المي ما خلصتوش. قل له يا انا مخلصه لا مي لا ضو، مش خلصهم خليهم هكاك واش قصهم عليا. قل له والله ما نحرقك انت ونحرق روحي. المواطنة هذه ميمتي، ربي جراها صلاح وربي يشد لك في صحة بدنك وربي يفضلك وما يسالش ما غير ما تقعد تغش روحك، راه ربي ما يخليش بعباد وتتحل الدنيا، وان شاء الله يا ربي مروا الخلق ما يضيع. معناها مسيكنا بالحق، يعني كل ما نمشي في المرش إن نلقاها وتجي يا دي راهي كذا مسيكنا لين نطقت. قالت معناها هما قاعدين واحنا تحت الصفر، معناها ما عادش خالطين ما عادش، معناها هاو نشوفوا ما نعرفش. لو كان انت كمسؤول عندك امك عندك شكو هكا وترى هكا ترى المشاهد هذا، مربي قادر تقعد قاعد في دارك مرتاح؟ ما نعرفش الواحد على قد ما يحكي ولا قد ما يشوف ما عادش ينجم يعلق على المشاهد هذه، ما عادش ينجم يعلق. وين ماشيين الله اعلم. كنت نحكي غادي على الكورونا وعلى السخ وعن تونا، تكلمت من هنا فانتوا اللي عندكم توما من الغد وجاو قلعوا لي الضوء من قدام الدار، قعدتي نضوي مضوي من اللي حوام. نجي نتكلم اليوم نروح ما لقاش الدار فرد مره. يقول لي شنو انت؟ علاش تحكي على خمج على الفساد على الهم؟ هذه ما نحكي. السلام عليكم. المواطن هذا كما كنتوا تسمعوا قال راني تدخلت معاكم في قناه صوت الساحل عمناول، روحت نلقى زوز انبوبات من قدام الدار نحوهم له البلديه. قال وايه نح ما عادش يتكلم. قال لك معناها ما عادش نجموا نتكلموا على الفساد وعلى الخور، وما عادش نجموا نتكلموا. انا جايينه مش نحكيوا على برشا فساد شفناه في اكودا في غياب معناها تام للسلطات المحليه، وانا راجعين مش نحكيوا فيه. في الاخر ختمها وقال ان شاء الله نروح نلقى دويرتي على قيل ان شاء الله نلقاها، خاطر كان نتكلموا توا حتى الدار نجموا نلقاوهاش. هذه اللي سبق قبل وعلقنا عليها، اللي قلنا تنجم تبدا انت قاعده تدور في البلاد تلقى روحك تبعت لليابان الشقيق والا لدوله تشاد الشقيقه ولا النيجر، تلقى روحك الدوله مرهونه بعدتك انت كمواطن ما في بالكش. اللي هو هذا قاعد خطه تخمم فيه حكومه الانقاذ والدنيا ذوما، قاعدين يتلموا مش يعملوا مؤتمر وطني على القريب. هيا برا نبيعوا 3-4 ملايين مواطن نشوفوا فين بته ما بعضهم الكل، نوثقوهم لدوله شقيقه ونرتاحوا، خاطر بداوا يحضروا له السيناريو هذا. في هذا الكل والفساد الاداري والامور هذه مش نسمعوا توا الناس اللي تجي تعبي الصاشيات الكحول وتروح. نسمع وانا راجعي. البلاد هذه جاي الخرب،
والبلديه نحن ما عندناش بلديه صحيحه، البلديه ضاعه ياسر، والناس كل تعبي في الصشاد حل وتروح. بالنسبه للتراتيب البلديه الشرطه الكل كير هذاك، انا حنودي تسرق وتحرق البلديه، ما جاش نهار عاودتني في حاجه، ما قالتليش الحاجه اش عملت يا ولد اش عملت في الحانوت. القضاء خذي حقه وقف معايا القضاء، والامل خذيه معايا، والله يرحم والدهم اللي البلديه ما خذتليش حقي، البلديه ما عطتنيش حقي. هذا السؤال. بالنسبه اخوي المرشي على الخرب، لا في عساس، مده من تحرق حانوتي تو عملوا عساس، باش نجيك بصراحه قبل ما عندناش عساس. المرشي هذايا سامحني في الكلمه، بيعة شراب بيعة حرابش يسكروا فيه، في 44 باب الحاكم اللي مشيش الباب الاول ولا الثاني، في 44 باب نزيد نقولها ونزيد نقول. البلديه عنا نحن شكينا تعبنا، يعرفوا كان يهبطونا عند منفذ وجا خلصوا نصابها نترى فهم. وش نقول لك اخويا، تعبنا الاسوام مش هي ضايعين، نخدم في وقت برك العشية ما جابوش نخدموا، المرشي مسكر، الناس كل ما فما شكون مش تنصبوا، نجي انا ننصب وحدي ما يجيش، كل انسان يخدم ساعتين ويروح، العاشر العاشر ونص المرشي هذا يسكر، النصابة تطبخ، شكون باش نبيع؟ انا اخويا تعبت، ونقول يرحم بالعلي، يرحم بالعلي، يرحم بالعلي. شنو يقول المواطن هذا؟ يقول لك البلاد هذه جايه للخراب، هو ما يعني تعرض للمحل نتاعو للحرق، ما انصفوا القضاء مؤخرا، ان شاء الله تلقى حقك بابا وربي يعوض لك. ولكن يقول راني على كلامي وكل شيء موثق، لا فما ترتيب، لا فما مسؤولين، لا فما امن، السرقه، الفكان، الغوره، وتجي تتكلم تولي مطلوب. في المقابل هذا الكل يقول لك الراو الصشيات الكحول تتعبى وتمشي تروح. نتمنى من انه السلطات غاديك الموجوده في يكودة تفتح تحقيق في الامور هذه وتجاوزات، لانه ما نغطيوش عين الشمس والغرباء، ما نبداوش هاو النقابات رفضت وتندد وما فماش، اذا فما المقتمغ ما نعمموش، ولكن فما ناس قاعده تقتات بالامور هذه، قاعده تعيش بالامور هذه. وقت الناس ما يقول لك زاد طولت ال 10000 ما تكفيش، ولا يطالبك بما اكثر وما كذا. يعني هل رجعنا للمربع هذا نتاع النرشيو، ورجعنا نتاع عين رات وعين ما راتش، وسلطه يعني القويه على المستضعف؟ لا، ما يصيرش هذايا، على خاطر هذايا تو وقت نتاع دوله قانون، واللي غلط راهو مش يعني مش يلقى الجزاء نتاعو. وعلى قريب تو نرجعوا الموضوع هذا، خلينا نكملوا. طول زاد الماء اخطر، البيع المشروط، البيع المشروط اليوم اللي ولا من عند ليغروسيست. احنا مش نحكي لكم الساعه اللي سوسه كانوا فما قرابه ما بين 10 12 شركه، اليوم زوج شركات كهو اللي هي محتكره تتحكم في الامور هذه، نحكي على الطماطم وعلى المعلبات بصفه عامه، معناها الزوز هذو متحكمين في كل شيء. هاو شنو يعملوا للباعه بالتفصيل؟ نسمعهم وانا راجعين. بالنسبه للطماطم تيباري ما تديش الطماطم تيباري كان معها الهرس. بالنسبه للرز تاخذ الرز تاخذ معاه المقارونه والفارينه. بالنسبه للرز 100 كردوله رز تاخذ مع عنده قضيه 4 فارينه وثلاثه شوربه والكتب، ما يعطيكش الرز واحد. التيباري كيف كيف يعطيك التيباري كلب بالهريسه. ما تاخذ الحمص الباهي كان ما تاخذ معاه العدس. بالنسبه لخويا ما عادش انا مشيت ناخذ في الكاكاويه اللي كنت نبيع فيها ب 5000 وب 4000، الكاكاويه قال لي ب 12000. الكاكاويه راهو مش لوز، مش لوز، كاكاويه قالي ب 12000، الجويده القشره قالي ب 9000. امس ناخذها بصوم وخذ وناخذها بصوم. علاش الشركات هي اللي تعقب وهي اللي تنفذ في بوحرهم؟ الشركات هذه قاعده تنقص ولا قاعده تزيد؟ الشركات كنا نحن في سوسه عندنا 10 شركات، تو عندنا زوج شركات برك هم اللي يعقبوا في السوق. الثوم جديد طاح ولا ما طاحش؟ الثوم غليه تو، الثوم حقه في القانون يطيح ولا ما يطيحش؟ الثوم غليه يا عارفي العزيز، انا ما لقيتش حل. انا اخويا الكليون ياخذ من عندي قضيه ب 45 دينار والله تامل وما تامش، حسبتها له 5 مرات. انا دخل شي كحله ما عادش تعب ب 45، راهو المواطن تعب، راهو دابوش شابوا ولا ب 5000، راهو دود فريز ولا ب 2500، راهو حد مش يعمل فمه ما عادش يعمل، حتى السواك ما فماش. السواك الحار ما عادش. هذا المطلوب اخويا، المواطن تعب تعب تعب. انا في باي انا يرحم بالعلي كنا نخدموا لباس للزوز بلاين عبي الكاميون، تو نهز 10 بلاين ما عبيش الكاميون اخويا، والضربه فيهاش وقت عبي السلعه
وتجيب يشدك الحاكم يقول لك هات فاتورات، تبدل الفاتوره يقول لك لا هذه ما تمشيش. شنو لعب له الدبو؟ الشريك ايش لعب له؟ ما خش لعب قول لي هذه لا هذه ما فيهاش لا فاعل شيء، هذه مش يعمل لي محضر. ما فماش محضر، مشي الوراق في الوراق. هذا يا تونس بالعلي صحيح كنا نمشيو في الوراق طول لنا اكثر، كنا بال 5000 المشي و 3000 طول الورق ب 20. رانا تونس لا المعيشه ماش تقضي 5 و10. الحاكم سامحني يا الحاكم زدناه في الشهريه كان يخلص 600 تو يخلص مليون و200 وباقي يقطع فينا في الكياس، حتى مليون و200 يقطع فيه الكياس. انا قلت لك آه با 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 كيما كنا نسمعوا اليوم زاد معنا اللي يبيع بالتفصيل يمشي لتاجر الجمله يقول له نعطيك الطماطم خذ معها الهريسه تاخذ الرز خذ معها المقرونه والفين يفرض عليك النوع زاد ماله منش نسمي للاشهار ولكن يفرض عليك الانواع خذ هذه هذه لا اليوم الكاكاوية مش اللوز 12000 يعني معناها شوف وين الفول المصري اللي كان ب 3000 ولا ب 4000 اليوم الدونت فريس فوا 5 يقول في الاخر المواطن حتى سواك ما فماش لانه في كي نحسوا اللي قايمين على الدوله هذه ينظرونا كي نجيو كما معناها يقولون هاو فما على القريب هاي فما انجازات احنا ننظروا لهم ونقولوا لهم مضمض بالسواك الحار. نمشيوا للفقر الموالي الناس الخير اللي كما قلت لكم معناها بدينا من توا نعملوا فك التبرعات وندينا نلموا في القفه نتاع رمضان في ظل اللي مازلنا قاعدين نشوفه في هاك الليجان متاع التضامن اللي مازالوا لطوى يحصروا في القائمة يحصروا ما نقولش عليها هاربة هم يجري وراها شد من غادي هاي القائمة قعدنا احنا كاكا ما نزلنا ما نعرفوش شكون اللي عنا عائلات معوزة اشكون اللي يستحق وشكون ما يستحقش وهاك القفة العظيمة معناها متاعكم متاع اللي قاعدين نذلوا بها في العباد صف قد ما نعرفش شنية على قفة ما تكلفش 30 دينار ولكن فما ناس اللي هي ديما نحسوا اللي فما مازال خير في الدنيا اللي هذوما من شبابنا اللي هو فوج متاع كشافة في طبلبة يعطيهم الصحة اللي بداوا ينطلقوا باش يعملوا قفة معتبرة لك العائلات المستحقة خاطر اليوم ولينا الكل مستحقين يعني ما فماش شكون اللي عنده اللي ما عندوش كل مستحقة الناس شوفوا قداش من بطال اليوم عندنا بعد الغلق بتاع الشركات ومتاع الأزمة بتاع الكوفيد الكل الناس كلها مستحقة اللي يحب يعاون ينجم يمشي النادي الكشاف بحذا مدرسة الهداية في طبلبة وإلا يكلمهم على الرقم اللي موجود أسفل الشاشة 98 687 609 98 687 609 وربي يقدرنا جميعا على فعل الخير وإن شاء الله رمضانكم مبروك. نمشيو الفقر الموالي محاكم الدنيا الكل محاكم الدنيا الكل حكمت في الموضوع هذا وتكلمت فيه الموضوع متاع النفايات متاع إيطاليا حكينا على كامبانيا حكينا على كاتانيا آخرها توا لازيو يعني الناس معناها والبرلمان الأوروبي يتلم والناس وأحنا ما زلنا محامي تشد خرج النقابة اجتمعت ديواني تشد وقفة احتجاجية مولا معمل الله أعلم به وين وما زلنا والشيء ما زال موجود ولا كل مرة نسمعوا شحونات أخرى شدوها في البحر ومنا في هذا الكل تكلمنا ما عادش فيها وين هاو التونسي اللي شنو ينجم يجاوبك بالنسبة لإيطاليا وحتى أنت كحكومة تونسية حقك تخدم بها وين مشاو تنقلوا إلى سفارة إيطاليا ومشاو بالورود مشاو لهم قالوا أنتم عطيتونا النفايات احنا هاو نجيبوا لكم الورد على خاطر حتى تاريخيا أقدم منها احنا أقدم منها إيطاليا يعني كان مش نجيو نرجع حتى بإرث تاريخي وبإرث معناها متاع شعوب عظيمة رانا احنا أعظم حتى في طريقة الرد وزيد فوق من هذا مش نخليكم تسمعوا هالبنية اللي جي تقول للمسؤولين توينسا ولا حتى تلاين راني نقرأ في مدرسة كيما صغاركم وراني نعيش في بلاد نحبها نظيفة كيما بلادكم نظيفة نسمعوها فرجة طيبة للجميع كانت هذه حلقة الرادار نتلقاو في حلقة قادمة وإلى اللقاء. أنا طفلة من تونس أدرس في السنة الثالثة مثل أبنائكم في إيطاليا التي شاهدتها كثيرا في الصور وأحب زيارتها.
أنا أقطن في ولاية سوسة، ولاحظت أن الجميع هنا بما فيهم أمي وأبي غاضبون بسبب نفايات بلاستيكية جاءت إلى وطني من إيطاليا. حسناً، أعلم أن أغلبكم لا علم لهم بذلك، ولكني أراهن على وقوفكم معنا ومساعدتنا لإرجاع هذه النفايات لإيطاليا كما حكم قضاؤكم، والدفع نحو تفعيل الاتفاقيات الدولية لمحافظة على كوكبنا نظيفا. انشروا صوتي المتعب من هذا العبء الذي يرهقنا في تونس. انشروا صوت جيل المستقبل الحالم ببيئة نظيفة للشعبين التونسي والإيطالي. إلى اللقاء.